سيد برنت، البيت الأبيض يقول الولايات المتحدة غير متورطة في هجمات اليوم وأمس في لبنان، ولا نزال ننخرط في جهود دبلوماسية مكثفة لمنع فتح جبهة ثانية على الحدود مع لبنان. في الأمس كانت هناك تصريحات من البنتاغون تقول بأنه ما يجري ليس مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وإنما هناك أطراف أخرى دولية وأقليمية يجب أن تنخرط في التسوية. وبالتالي السؤال هو، ما هو الحد الذي يمكن أن تذهب إليه الولايات المتحدة الأمريكية، أو الأوراق التي يمكن أن تلعبها لمنع حرب شاملة؟ أعتقد أن أفضل شيء هو أن إدارة بايدن يجب أن تتوسط من أجل إنهاء هذا الصراع والوصول إلى تسوية واتفاق. ولكن أرى أن الأكثر أهمية أيضا أن المعادلة المتعلقة بإيران هي أن إيران يجب أن تتوقف عن مخططة، وإن لم تتوقف إيران فإن حماس وحزب الله والحوثيين سيستغلون هذه الفرصة وسينشروا المزيد من المعدات الحربية لاستكمال هذه الحرب. إن لم يتم بذل جهود دولية لن يكون هناك تغيير. حزب الله الآن له منهجية عن طريق شن القصف والهجمات، وإن إسرائيل الآن تحاول الدفاع عن نفسها، ولكن هي لا تريد فعل ذلك. إسرائيل لا تود تصعيد الأمور، ولكن الأمر كان خطأ من البداية. مستر براند، لماذا يعني مسموح لإسرائيل أن تدافع عن أمنها وغير مسموح لأهل غزة أن يدافعوا عن أمنهم، أهل لبنان أن يدافعوا عن أمنهم، أي منطقة أخرى غير مسموح لها أن تدافع عن نفسها، غير مسموح لها أن تستورد أسلحة من أي دولة حليفة، أن تستخدم هذه الأسلحة، فقط إسرائيل يسمح لها وشيء يعني قانوني وشرعي لها أنه تستورد أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية وتستخدمها في قتل المدنيين أو قتل الدول الأخرى التي تعتبرها عدوة؟ دعونا نعود إلى 6 أكتوبر عندما كان هناك صواريخ تطلق بشكل دوري من حزب الله، بالرغم من أن قوات الأمم المتحدة حاولت وبذلت الكثير من الجهود لوقف هذه الهجمات. في 7 أكتوبر حماس وإسرائيل كانوا على الجبهة، وكانت هناك مواجهة بين القوات الإسرائيلية وبين حماس على مدار شهر، ولكن في 7 أكتوبر أطلقت حماس هجمات بدعم من إيران وبدعم صاروخي من إيران. إن هذه الهجمات كانت هجمات عسكرية، وأرى أن هذه الدائرة، دائرة العنف، هي سبب معاناة أهل غزة الآن. إن مرتكبي مثل هذه الجرائم هم حماس وحزب الله.